المصروف اليومي. هذه آخر مجموعة قصصية لدي أقرأها. أود شراء مجموعة قصصية جديدة. وأنا أيضاً في حاجة إلى شراء مجموعة ألوان جديدة. ولكن والدنا لن يتمكن من شراء جميع طلباتنا دفعة واحدة. يجب ألا نرهق والدنا بمصاريفنا. يكفي أنه يتحمل النفقات الضرورية. ولكن من أين لنا أن نشتري هذه الأشياء يا جمال إن لم يقم والدنا بإعطائنا ثمنها؟ ولكن لو ادخرنا مصروفنا اليومي لاستطعنا بعد مدة من الزمن أن نجمع مبلغاً نشتري به ما نريد. أنا لا أستطيع أن أدخر مثلك. أنا لدي فكرة جيدة. ما رأيكما في أن نقترح على والدنا أن يعطينا مصروفنا عن الشهر كله دفعة واحدة في بداية كل شهر؟ فكرة رائعة. ماذا؟ ماذا تقولان؟ أنت حر فيما تريد، فإما أن تشتري شيئاً تحبه بالمبلغ أو توزعه على أيام الشهر. لا لا، أنا لم تعجبني هذه الفكرة. نحترم رأيك. أما أنا فقد أعجبتني وسأطرحها على الوالد. بلال، اذهب إلى الوالد وقل له إننا نطلب اجتماعاً طارئاً. ابدأ بالكلام يا كمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، لما كان الدخل الشهري للوالد محدوداً ولما كانت متطلباتنا كثيرة وانطلاقاً من كوننا أبناء متعاونين لا نحب أن نكلف والدنا أعباء إضافية، فإننا نرى أنه تكلم عن نفسك فقط يا زميل. أي مداخلة لأي مشارك في الاجتماع تسجل على الورقة وتتلى في نهاية الاجتماع. تابع يا كمال. فإننا نرى أنه إذا أخذنا مصروفنا عن الشهر كله دفعة واحدة في بداية كل شهر أفضل من أن نأخذه على شكل مبالغ صغيرة يومية نصرفها في أشياء غير ضرورية. وإننا نلتمس منكم النظر في الموضوع باهتمام وشكراً. أنا غير موافق. هلال، لقد أعجبني هذا الاقتراح، ولكن لابد من أن نعرف آراء الحضور، لذلك أطلب من الموافقين رفع الأيدي. حسناً، الموافقون 3، وبذلك تكون النتيجة النهائية مع الموافقة. هذا لا يجوز. أمي، أنا لدي مداخلة. مداخلة؟ هل سجلتها على ورقة؟ لا، سأتلوها ارتجالاً. تفضل يا هلال. العدل يقتضي أن يكون لإخوتي ما يريدون وأن يكون لي ما أريد، وأنا أريد أن تعطيني مصروفي بشكل يومي يا أبي. مع الموافقة، ولكن أحب أن أعرف سبب رفضك يا هلال. أنا أرى يا والدي أنني لو أخذت مصروفي دفعة واحدة فسأصرفه منذ بداية الشهر، وسأقضي بقية الشهر أنتظر المصروف، وكما يقول المثل، عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. ولكن المثل يا بني. حسناً، لا بأس. والآن أعلن نهاية الاجتماع. إنه اليوم الأول من الشهر، والآن سأعطي كلاً منكم مصروفه المناسب. كمال، 750، تفضل. شكراً يا أبي. هلال، 20. شكراً يا أبي. جمال، تفضل، 450. شكراً جزيلاً يا أبي. بلال، تعال يا حبيبي، 300، تفضل. لا لا، هذا كثير. 300 لبلال، هذا كثير جداً. ماذا هناك يا هلال؟ إنما تم كل شيء وفق ما يريد كل منكم، أليس كذلك؟ ولكن يا أبي، ما كنت أظن أن الأمور ستتم على هذا النحو. ألم تقل يا هلال إن عصفوراً في اليد خير من عشرة على الشجرة؟ نعم. لقد استخدمت هذا المثل في المكان غير الصحيح. كيف؟ لم أفهم. أنا سأشرح لك. عذراً أبي، هل أستطيع أن أروي قصة حدثت معي؟ وسيفهم هلال من خلالها كيف يستخدم المثل. معك أنت؟ لا. تفضل يا كمال، أسمعنا.
تذكرون يوم عدت من تلك المسابقة الثقافية ومعي هدية؟ الهدية التي أعطيتني إياها يا كمال؟ أنا أذكر ذلك اليوم جيداً. يومها كان مقدم ذلك البرنامج يطرح علي الأسئلة وأنا أجيب بسرعة وذكاء. حتى الآن يا كمال، وقد أجبت على جميع الأسئلة السابقة، فإنك تستحق جائزة. ولكن إذا أجبت على السؤال التالي، فإنك سوف تربح جائزة أكبر منها. تفضل يا أستاذ، ما هو السؤال؟ أين اكتشفت أول أبجدية في التاريخ الإنساني؟ أمامك 10 دقائق فقط لتجيب على السؤال. أول أبجدية في التاريخ الإنساني؟ أين؟ انتبه جيداً يا كمال، إن لم تجب فإنك ستخسر الجائزتين معاً. أما في حال قررت الانسحاب فإنك تربح الجائزة الأولى. أظن أنها عمريت. لا أوغاريت. عمريت. لا أوغاريت، إنني لست متأكداً. أفضل أن أنسحب، لن أغامر أبداً. ماذا قررت يا كمال؟ هل ستجيب؟ في الحقيقة يا أستاذ، أنا غير متأكداً من الإجابة، لذلك سأفعل كما يقول المثل: عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة، وسأكتفي بالجائزة التي حصلت عليها حتى الآن. لا بأس يا كمال، تستطيع أن تتسلم جائزتك عند المغادرة. هيا صفق له. ولكن يا كمال، كيف نسيت؟ إن أول أبجدية في التاريخ اكتشفت في أوغاريت، في رأس شمرة، في محافظة اللاذقية السورية. لم أكن متأكداً يا جمال، لقد نسيت، الأمر لم يكن مضموناً. أما الهدية الأولى فكانت مضمونة. تماماً يا هلال، إن ما حدث مع أخيك يفسر المثل تماماً، والذي ينطبق على من يفضل شيئاً في متناول يده على أشياء ليس من المؤكد حصوله عليها. مفهوم. وأنت في حالتك سواء أخذت مصروفك بشكل يومي أم أخذته دفعة واحدة في بداية الشهر، فهو في كلا الحالتين سيكون في متناول يدك. حقاً؟ أنا لم أفهم الأمر على هذا النحو يا أبي. أعتذر من الجميع. أبي، هل لك أن تعطيني مصروفي دفعة واحدة؟ بكل تأكيد. هكذا إذن، أنت يومها لم تجب على السؤال الأخير لأنك فضلت عصفوراً في اليد. عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة.